عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم شباب. معاكم محمود، معانا شاشة اتش بي. الشاشة دي فيها عطل، هنشوفه مع بعض دلوقتي لما نوصل باور. اللي بيحصل ان الشاشة تروح فاتحة لثانية واحنا شغالين على لمبة السيريا، لمبة السيريا بتنور زي ما احنا ما شفنا كده، الشاشة فتحت لثانية. ونخلي بالنا من لمبة السيريا وهي شغالة معاه اهي، الشاشة بتفتح ثانية ولمبة السيريا تشتغل معاه. طبعا ده عطل، ما هوش مش حاجة مشهورة يعني، لا هو عطل باور ولا عطل داتا، بس هو غالبا مشكلة في بوردة الباور. هنفك الشاشة ونشوف مع بعض العطل ونصلحه مع بعض بإذن الله. بعد ما فكينا الشاشة، دايما زي ما تعودنا في الفيديوهات اللي قبل كده، ان احنا اول حاجه بنعملها الاعطال الظاهريه. انا ببص على المكثفات، مكثفات دايره الباور، الفحص الظاهري، حرق، في حرق في البورده، في كسر، في لحامات مش متاكد عليها، في ايسيهات فيها مشكله. بس المشكله اللي معانا ان انا اول ما بوصل باور بيحصل ان الشاشه بتفتح وفي راجع بيرجع على السيريا لما شفناها، فالسيريا بتنور. المشكلة دي هتبقى في دايرة الباور الأولية، بمعنى إن هي هتكون في بوردة الباور في الجزء السخن من دايرة الباور، وده اللي بيخلي الراجع يحصل. فلمبة السيريا بتشتغل معاه، ولمبة السيريا في فيديو هيظهر في الزاوية هنا كده في الجنب، طريقة عمل لمبة السيريا. ودي من مميزات لمبة السيريا، إن أنا بتعرفني مثلا العيوب بتكون زي ما احنا ما شفنا كده. ده عيب في الغالب مش هقدر أميزه على الباور العادي أو لما أوصل الشاشة بكهرباء عادية. بيبين لي برضو لو الشاشة فيها قفلة أو حاجة، ما تأثرش على الشاشة، الشاشة ما تضربش في وشي، ما فيش كهرباء تحصل أو شرارة أو كلام من ده. فدي فايدة السيريا، طبعا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي بيظهر في الشاشة من فوق. هنفك بوردة الباور ونشوف، نفحصها، نفحص الجزء اللي هو بتاع الكهرباء السخنة، لأن هو المشكلة هتكون فيه بإذن الله. دي بوردة الباور اللي هي المفروض فيها المشكلة. ظاهريا في الجزء ده كده ما فيهاش مشكلة، انما لو ركزنا مع بعض بس تركيزة بسيطة كده،
شوف المكثف الكبير لو بصينا هنا على المكثف الكبير على الرجل دي زي ما احنا شايفين كده في المادة بتاعت المكثف كده أوضح المادة بتاعت المكثف طالعة على الرجل وإن شاء الله غالبا هتكون هي دي المشكلة طبعا واضحة في الصورة زي ما احنا مش شايفين فاحنا كده اللي علينا ان احنا هنغير المكثف ده ده المكثف بيكون لو بنقيس عليه الباور هنلاقي عليه من 250 ل 300 او اكتر شوية هو ده 450 فولت على 150 مايكرو فاراد هنشوف مكثف 450 فولت على 150 مايكرو فاراد وان شاء الله هتكون هي دي المشكلة زي ما احنا شايفين برضو اول ما فكينا المكثف من مكانه او المادة اللي هو ماسك بيها اللي هي السيليكون الرجل يعتبر من المادة اللي هي واقع منها ففصلت عن بعض ده المكثف طبعا هو غالبا هتبقى المشكلة منه طبعا ده مكثف قطبي هنراعي القطبية احنا بنركب المكثف ممكن برضو نشوف سيليكون نثبت المكثف مكانه المفروض ان احنا نوصل بار المكثف ونقيس على المكثف هنلاقي عليه تقريبا 350 احنا كده المفروض ان هي واصلة بار هنقيس على المكثف معانا
اي 318 317 زي ما ظاهر معانا، يبقى كده المكثف شغال تمام، واعتقد هتبقى المشكلة انتهت معانا. هنوصل الشاشة ونعمل تيست ونجرب ونشوف الشغل بتاعنا على الله. نوصل باور ونقول بسم الله، الشاشة اشتغلت معانا تمام. كان العيب في المكثف الكبير، وفي فيديو هيظهر هنا أشهر عيب في الشاشات. ده عيب مشهور جدا، المكثفات دي يعني تعتبر أشهر عيب في المكثف في الشاشات، تعتبر من أسهل العيوب في الشاشات، إنك أنت عيوبها كلها ظاهرية وسهل إنك أنت تغيره بأقل. ما تنساش إذا عجبك الفيديو تشترك في القناة وتضغط لايك، واستنانا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.